الفنانة التشكيلية سميرة بخاش من مدينة حلب من سوريا. هذا المعرض الثالث بشارك فيه مع الدكتور عصام بدري، وبتشكر المنظمة جدا انه دايما بتتذكرني بمشاركاتهم وبحضوري معهم. المعرض بيتضمن 20 لوحة، طبعا رسمة مدينة حلب، كيف حلب تدمرت، لكن وهي حلب عم تتدمر عاملة أنا مثل حمامة سلام. هو بيحكي عن نفس المهرجان، حمامة السلام دخلت بحلب الشهباء وطلعت هي وحمتها، يعني أيادي كانت معنا عم تحمينا. ونفس القلعة عاملة أنا النساء كيف كانت اتهجرت، والنساء فقدت أولادها، وعاملت دمار وعاملت تحت الأنقاب، يعني عاملت شغلات كتير بتحكي عن تاريخنا. وطبعا هذا كله رسمت الورود، يعني نحن طلعنا هلأ بحالة إن شاء الله يا رب لكل الشرق الأوسط نكون بحالة سلام يعم الكون كله. بالنهاية في أمل عنا، وبالنهاية بتشكركم كلياتكم وشكرا للجميع. هون الدمار، كيف هونك ناس تحت الأنقاض وقت نزلوا الصواريخ علينا، كيف البيوت تهدمت، لكن بالنهاية وهي كيف الانفجار والحزن يعني عنا، هاي الأنقاض تحت الأرض، هاي الدمار، هاي قلعة حلب. هون عنا طير السلام، حمامة السلام، كيف مثل ما بتقول هيك شالت حلب، قلعة حلب كلها. طبعا القلعة هي شموخنا، تاريخنا، رمزنا نحن الحلبية. كيف حمامة السلام، لك هاي حمامة السلام هون، شالت حلب كلها وأنقذتها. وطبعا طلعت حلب بقوة رجالها وقوة شعبها، طلعت من تحت الأرض. وهون عنا، هون عنا الدمار، لكن رمزة في أنا بالأمل، بالعطاء، بالمحبة، رمزة في إنه مهما كان في دمار وشر، لكن بالنهاية ربنا بحب الخير وبحب السلام والانتصار. هون السلام، وهي نهايتها بالورود، العطاء والمحبة والريحة الطيبة والعطر الفواح. هذا بلادنا نحن كله عطر فواح، وإن شاء الله نعيش كمان بالمجتمع الأوروبي إيد وحدة، كلياتنا إيد وحدة بالشرق الأوسط إن شاء الله.